عندما نتحدث عن نجوم كرة القدم الذين اتجهوا للتمثيل لا يمكن إغفال شريف عبد المنعم ترافولتا الكرة المصرية والشهرة الواسعة التي حققها سواء في عالم السحر المستديرة أو في عالم التمثيل وكيف نجح في المجالين. شريف عبد المنعم استطاع أن يحفر اسمه في أذهان جماهير كرة القدم ولم يكتفي بأن يحتل قلوبهم كرويا فقط فسرعان ما ملك قلوب جماهير الفن ليمزج بين لعب كرة القدم والتمثيل. وشارك عبد المنعم في العديد من الأفلام السينمائية على رأسها عودة الهارب وإمبراطورية الشر ويعد الضابط الأشهر في السينما المصرية من خلال دوره في قبضة الهلالي. كون شريف عبد المنعم مع محمود الخطيب نجم الكرة المصرية ثنائيا كرويا وكان من أهم اللاعبين في القلعة الحمراء ومنتخب مصر خلال نهاية السبعينات وبداية الثمانينات. تعرض وهو في قمة تألقه ونجوميته لإصابة خطيرة في حادث سيرة قبل أن يبادر الأهلي بعلاجه سريعا وعودته سريعا للملاعب. شريف عبد المنعم يبقى واحدا من النجوم القليلين المتألقين في عالم السحر المستديرة وعالم السينما. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. كابتن شريف عبد المنعم واحد من نجوم النادي الأهلي السابقين، نجوم التحليل، نجوم الفن، وبالنسبة لي واحد من نجوم التمثيل كمان. شرفت. لا شرف لي أنا اللي أنا موجود معاك النهارده. ده شرف لي. صح والله. الحمد لله تمام. بار حضرتك إيه؟ تمام الحمد لله. كله تمام؟ كله تمام. مبروك على قناة الأهلي. مبروك علينا كلنا طبعا. حاجة تشرف الحقيقة يعني. مجهود كبير قوي مبذول الحقيقة. بلاش نقول ايه رايكم في الحكايه كلها يعني الحكايه كلها شكلها جميل انك انت تفتح قناه زي ما بفتح قناه اون سبورت مثلا اقدر اشوف فيه تنوع اقدر اتفرج على حاجه الساعه 10 الصبح بتديني بعض المعلومات بتديني بعض الافكار ناس جديده تعرف العائلات برضو بقى ليها شريك في الرياضة وانتماءات والحقيقة يعني كل وجود حاجة قناة الأهلي والزمالك وجود قناة رياضية جديدة بيسري بشكل كبير جدا الوسط أو الشارع الرياضي التفاف كمان يعني بيبقى حول المعلومة يعني معلومة مختلفة معلومة متنوعة حاجات جديدة تقدر تحط القناة دلوقتي بتبقى منافسة برضو للقنوات اللي هي عندها الإمكانيات الكبيرة التانية يعني. رأي حضرتك كيف الإعلام الرياضي؟ يعني لسه الاعداد عندك بيكلمني عن السوشيال ميديا وكده جبابره ممكن يعملوا منك فوق نجم فوق العاده الحقيقه وممكن برضو يخلوا الناس تقعد تضحك على حاجات انت قلتها بس يصوغوها بطريقه يعني انا طلعوني مثلا طلعت علاج للكحل كورونا يعني في وسط الحوار كده حد بيقول يا جماعه احنا ممكن الصبح ناخد كوبايه لبن نشرب فيتامين سي برتقال فيروح واخدين لك حته كده يقول لك شريف عبد المنعم يصرح بالقح جديد للكورونا وكلام من ده ماشي السكه اللي ما ترجعش الميه واللبن قلت لهم انا ما بحبش اللبن والله فهم ممكن يحطوك مثلا قتلتيها ليه مشهد مثلا من سينما ويعمل لك عليه مونتاج ممكن تبقى مش مقصوده يعني مطلوب منها حته الفكاهه حته ناي اتنشن انك انت تاخد بالك ان في حاجه احنا ممكن نعملها هنا دمها خفيف فالناس تبقى يقول لك ممثل القرن ويعملوا دوبلاج لجمله تفضل انت تقولها ورا بعض فساعات في حاجات انت تحس انها مش مقصوده المطلوب منها ان الناس تاخد بالها بس من بتصاحبك انت بان اسمك يتردد بس بتبقى الباك جراوند بتاعها ممكن الناس يصدقوا المشهد اللي شافوه ده بقينا قدام اختيارين يا كابتن إما الوجود بهدوء أو الوجود بصخب أو الترند بمشهد مختلف أو أنك تروح بمشهد مختلف اختيارات الناس بقت صعبة يعني الهادي اللي سيطر على نفسه دلوقتي محتاج يعني ضبط نفس جامد أنك تبدأ ماشي في سكتك ما مش هينفع تبقى هادي يعني أنت هينفع تبقى سريع أنك أنت تحضر المعلومة بتاعتك اللي هي من يعني أنت أسلوبك وأنت بتقولها ممكن غيرك يقولها بأسلوب تاني غيري يقولها بأسلوب تالت معلومة مثلا بتاعت الانتقالات الصيفية اللي بتحصل بوسط الأندية عن لعيبة مع يعني لعيبة ترند زي ما أنت بتقول ليهم أسماء هيروحوا يكونوا فين هيكونوا إزاي هيكونوا موجودين فين هل فعلا
رمضان صبحي ده ممكن ما بقاش في الاهلي، هل ممكن زمالك يبقى رمضان صبحي يلعب في الزمالك؟ فاي حد بيتناول الموضوعات دي بشكل العرض بتاعتها الحقيقه بتاعتها فين؟ فهنا يبقى انا عندي قناه بتديني فعلا المعلومه الصحيحه. فيجي فلان يقول لك لا مش هيبقى هنا، انا بثق فيك مثلا، بثق في شوبير، بثق في حد تاني، في معلومه بقى تقول لك احنا مش مصرح لينا ان احنا نقولها، يعني ما يمكن هو عنده المعلومه الصح ومش دلوقتي. بتزعل لما حد يشوه التاريخ؟ تاريخ اي حد مش تاريخي انا، تاريخ حضرتك. يعني حضرتك دلوقتي لاعب وسط مجموعه كبيره من اللعيبه ليك تاريخ، فممكن في يوم من الايام يطلع لاعب في نفس الفريق ويقول وقائع او التاريخ، احنا التاريخ بالنسبه لنا تاريخ معين كده، فجاه ممكن نلاقي في بعض التصريحات لا الماتش اللي انتوا شايفينه ده والمكسب ده كان وراه كذا، لا ده هنا كان وراه كذا، لا ده الموضوع هنا، لا دي اوضه اللبس اللي انتوا شايفينها ملتزمه دي، لا ده كان الموضوع مختلف. الحقيقه اللي هي ما بيننا وبين بعض ما عادش يقدر يشوهها، لان لو طلع غير في الحقيقه دي او هو حب يعني ياخد من مركزه او من وضعه او كان ان هو يقول معلومات غير صحيحه، هتلاقي الرد قاسي جدا، لان برضو الشخص ده عنده معلومات لو قالها هتبقى مش لطيفه، يعني ما كانش كل حاجه هتبقى في نصابها القانوني وفي نصابها الحقيقي، ومن حقك انت في الملكيه الشخصيه بتاعتك انت اللي انت عملتها طول حياتك انك انت ما تيجي تسردها، او اي حد زي ما حضرتك كده بتقدمني او احنا بتعامل معاك في اي مداخله او اي حاجه، الحقيقه بنبقى في قمه الواحد بيفرح او بينبسط. الله يخليك، بتشرف ليا والله بكلمك جد يعني. ف ده اللي مطلوب، يعني الاحترام دايما اللي موجود والحقيقه اللي بتقول. وبعدين انت عايز تعرف اي حاجه اعرفها مني، خاصه ان في شخصيات جريئه جدا وبتقول كل حاجه بالحق، مش من حقي ان انا اقول على اي حد انا اعرف عنه معلومه ان انا اسردها. لو زميل ليك يا كابتن طلع حكى تاريخ حضرتك جزء منه، تطلع تعدل عليه ولا تسكت؟ يقول عني انا اي حاجه؟ مش عن حضرتك، حضرتك جزء من الفريق، يقول عن الفريق، يعني يقول مثلا احنا في المباراه الفلانيه كان في كذا كذا، حضرتك واحد من الفريق او واحد من الجيل يعني. هل حضرتك تسيبه وتسكت؟ هل تعاتبه في التليفون؟ ما ينفعش مثلا الحديث يبقى بالشكل ده، ولا حضرتك تطلع ترد؟ بص هقول لك على حاجه، انت كان عندك حلقه شهيره جدا انا هجيب لك بقى مع كابتن مصطفى عبده. تمام. وكل الدنيا بقت ترند يعني، كانت حلقه ترند بصراحه. فقعدتوا تتكلموا طول بتاع انا ومصطفى عبده كده. جاب سيرتي ما جابش سيرتي، حفظنا انا وكابتن مصطفى عبده كده. احنا الاجنحه بتاعت النادي الاهلي، احنا كده انا بجيب سيرته على طول بقول ده الحاجه الوحيده اللي انا كنت بتمناها دايما يكون موجود. ان هو يبقى بسرعته دي يعمل لنا العرضيات للكابتن خطيب، وانا اطير واعمل احلى اهدافي وكده. قعدتوا انتوا ساعه ونص ولا قد ايه؟ ساعتين ولا كام ساعه؟ ساعتين. جاب سيرتي في اخر الحلقه قد كده. دي الحاجه اللي تخليك يقول لك ومجدي عبد الغني وشريف عبد المنعم. بس دي ما تزعلنيش من مصطفى عبده حقيقه. بس انا مصطفى عبده لما بطلع في اي حته بديله حقه. ان هو بقى يعني يمكن انت ما قدرتش تكلمه عن تاريخ ال انت ما قدرتش عليها يا كابتن، جاي عليا انا. يمكن انت بقى الغلط عندك يعني. ماشي يا كابتن، سيرتي خالص الغلط عندنا. فاجي ازعل من مصطفى عبده انا بعد التاريخ اللي بيني وبينه عمري ده كله؟ اكيد مش مقصود. انت فاهم؟ بس انا قاعد بتفرج. بس ساعتها كابتن بيوسها يعني. امتى؟ انت اللي بتفتح السكه دلوقتي. في الاخر ده مجدي عبد الغني وشريف عبد المنعم. يا ريتك ما قلت. ازاي؟ ده في عمر بيني وبينك انت عشق. يعني ده انا في عشق وعشره دي الحاجات اللي انت بتتكلم فيها، بس اللي هي ايه؟ واحنا بنقعد نتفرج كده. طب ليه انا لما بقعد بجيب سيره فلان وعلان وفلان؟ فهل يعني الناس عارفه مين هو فلان؟ فربنا بيديك حقك في حتة تانية كتير او في اماكن تانية كتير. دي الحاجات دي بس اللي اكيد بتضايق اي حد، مش انا بس. بتخاف تخاطر يا كابتن؟ اخاطر؟ يعني النهاردة مثلا لو جالك مثلا انت يعني واحد من نجوم الكرة اللي مثله. ودايما دي مخاطرة، يعني حد يقول لك هخش المجال ده مخاطرة. حضرتك دايما بتحسبها كده؟ جالك مثلا اعلان تقعد تفكر كتير هياخد مني ولا يديني؟ جالك برنامج، جالك قناة، بتخاطر تاخد الريسك ولا دايما عندك الحسابات صعبه ولا سهله؟ هكون انا فين من الحكايه بس، انما مش هضحك عليك. لو جه قناه هشوف الدنيا ماشيه ازاي، هشوف الاحسن لي ايه يعني. الاشك ايه اللي هيحافظ على اسمي انا كل واحد فينا بيبقى شايف نفسه حاجه كويسه، مش احسن واحد بس يعني، لا بيشوف الدنيا كلها شكلها متكامل شكلها ازاي. انا فرحان مثلا المجموعه اللي هي موجوده
في قناه الاهلي دلوقتي، بتمنى لهم النجاح كله وكل حاجه وما فيش. وبعدين النهارده انا وانت هنقعد نتكلم في المبادئ والاخلاق واللي اتربينا عليه وكل حاجه. اول ما يحصل لك ميسنج في اي حاجه او تخرج هتطلع بقى تقول اصل المبادئ تعكس. يبقى انت ما عندكش يبقى انت بقى هوا يعني، انت بتتكلم يبقى احنا بايعين كلام بس. في حاجات احنا اتربينا عليها وشفنا الدنيا كلها ولفينا العالم ولفينا الدنيا، ربنا ادانا حب الناس كفاية يعني. ما اقعد النهارده وانا جاي الاقي 2-3 زملكاويه احنا بنعشقك نحبك انت بالنسبه لنا، اوعى تفتكر اي حاجه، اوعى تزعل لو حد اتكلم معاك، الحاجات دي بتعمل لك حاله طبعا. الحاجات دي ما تسواش فلوس، تسوى حاجات ولا مكان. وجودي معاك النهارده كمان ده ما يسواش. انت فاهم قصدي؟ فوق دماغي يا كابتن، شرف يعني ليا. ازاي ان الدنيا بنبقى احنا عند الناس كده والناس بتحبنا وبتثق فينا وبيبقى عندنا روح بينا وبين بعض، وفي يعني هي الحته الخيط الرفيع ده اللي انت بتتكلم عليه، ما فيهوش مصالح. طول ما انا فيش بيني وبينك مصالح وفي حب وفي احترام وجا، والمنظومه هتمشي بيا من غيري باي حد بتاع حد. الدنيا كلها لسه يا كابتن في ولاء، لسه في انتماء، لازم يبقى فيه. ما هو انت لو ما عندكش انتماء او ما عندكش ولاء او موروثات بتاعتك اللي انت اتعلمتها زي الماتش كده لما بتنزل تلعب نازل تكسب يا كابتن، بس تربيت على كده. احنا في زمن الكراتين والفلوس الكتير، يعني 30 مليون و40 و50 و60 انت دايما بتتكلم في حته فلوس دي ومعاك حق. انا كسيف يعني يعني بتابعك الحقيقه انك انت بتقلب اي حد وهو قاعد تقول له عملت كام انت تطمن، بس انا عارف ان انت بتطمن عليه على اساس ياخد اللي تجيبه يعني. انا عارف انت بتطمن عليه والله. لا كابتن مش بتقول له انت عملت، انت بتطمن عليه، عايز تولي للناس ان في مجهود بيتعمل وفي ناس في ايات معينه وفي دنيا والدنيا ماشيه ازاي. انت برضو ايه عندك حته بينك وبين الناس اللي عايزين يقولوه انت بتقولهم. ايوه هو ده، بتطلع منهم انت بتطلع للناس، هو ده اللي الناس عايزه تسمعه يا كابتن. مختلف حضرتك مرضي اخدت كام قصه فالنهارده حضرتك بقى بص او بتجيبها من الاخر انت بشياكه يعني. ساعات كنا حضرتك زمان نسمع ايه ان فلان بيتفاوض مع نادي الزمالك، فلان بيتفاوض مع النادي الاهلي، رئيس نادي الزمالك قعد مع رئيس نادي الاهلي قعد معاه، خلاص خلص الموضوع. امتى تبقى خناقه؟ لو دخلوا الناديين مع بعض والفلوس اتساوت تبقى هنا خناقه شد وجذب. دلوقتي بنسمع حاجات في ارقام، بتلاقي اللعيبه ممكن سابت الزمالك والاهلي وراحت نادي اخر، قصه مختلفه. كل وليه ادين يعني، انت شفت الفتره اللي فاتت سنتين ثلاثه دي في ارقام عملت كده. ما هو ده اللي بقوله، وراحت راجعه تاني بقت ليها ليميتيشن بقى ليه يعني، رجعت تاني بقت محدوده. يعني معنى كده ما عادش في انتماء يا كابتن؟ لا بالنسبه للعيبه اللي موجوده دلوقتي. أيوه. والكلام ده بقت احمد فتحي ضرب اكبر مثل خلاص يعني. يعني قال لك انا محترف وانا قدامي سنتين والكلام ده، استفيد احسن استفاده، مع انه هنا 3 سنين مضى احمد، 3 سنين كمان. طب ما هو النادي الاهلي قعدوا سنتين وهو راح بيراميدز 3 سنين. طيب يبقى هنا في الاستفاده وهنا في الاحترافيه وهنا من حقه. وفي حد زعل؟ جمهور الاهلي زعل. جمهور مين الاهلي ده؟ جمهور الاهلي زعل. ده الاهلي اللي كريم انه بيمضي واحد عنده 35 سنه سنتين وثلاثه، ولا انت ايه رايك؟ الاهلي يا فندم؟ كريم. يعني ما هو جمهور الاهلي زعل ان احمد فتحي مين الخدمه اللي خدمها الراجل والكلام ده معاه. وبعدين اي حد سيف بياخد شنطته ويروح على النادي الاهلي بتبتدي بداياته وبتبتدي بطولاته. انت حضرتك مختلف مع ان جمهور الاهلي زعل؟ من ايه؟ من احمد فتحي. ده تلكيك بقى ولا ايه؟ ولا حد في دماغه اي حاجه، في 300 حد هيبقى في الباك رايت. انت عايز تقول لي مجلس اداره ده اللي هو شغال على قدم وساق ده مش عارف يجيب 300 باك رايت؟ مصلحه احمد فتحي فين؟ وما هو احمد فتحي بيتمرن فين دلوقتي؟ في الاهلي. هل في مشاكل؟ لا. يبقى الجمهور ده رجع تاني حبيب احمد فتحي وشاف احمد فتحي دلوقتي بيتمرن في الاهلي، يعني وضحت للناس كلها وللسياده كلها ان الحكايه مش زي ما بتتعرض. يعني الحكايه زي ما انتوا بتقولوا ارقام وما اعرفش، انما الناس العاقله اللي هي بتسرد بقى في السوشيال ميديا الحقائق دي وما بتاخدش الولعه وتروح نفخه فيها كلها فتهب فينا، احنا ما بنشوفش منها الحقيقه فين. مش احنا نقدر نسرد للناس دي كلها الحقائق فين. يعني حضرتك مبسوط من احمد فتحي؟ انا بحب احمد فتحي جدا. وياخد حقه انه عايز ينهي حياته في الاهلي، ده حسابه المفتوح بقى يقفله براحته، هو يقفله انا اقفله واي غيري يقفله. كل واحد ليه معاه المفتاح اللي يقفل بيه اللوكر بتاعه يعني. لكن ان هو يختار بيراميدز دي ما فيهاش مشكله، مش مهم الاسم يعني او اي نادي وات ايفر يعني. انا وانت عارفين اي حته مصلحته هنا فيها زياده عشرايه عشرينايه زي ما انت بقى كلمت انت بتقول عشرينايه عياله اولى بيهم. انت فهمت ازاي؟ سنه كمان نفسي العبها، هلعب هناك على طول مش هلعب ماتش واستنى ماتش. صح
كل دي تعالى بقى ندي بقى الاكسكيوز. لا ما كل دي حاجات صح. تعالى ندي بقى اللي بيني وبينك بقى خدت بالك اللي هو ايه، انا اقدر العب الماتشات كلها ونفسي وعايز ارجع المنتخب، وهو طول عمره متعود على هذا الشيء. زي لما جيت اعتزلت رفضت انا العب تلت ساعه ونص ساعه ويجي لي عايز صغير يطلع عليا انا، وانا مش مقتنع بيه اصلا ان هو كان لعيب يعني يشيل فرق وانزل انا برضو اللي كسب. فرحت قلت السلام عليكم متشكرين كرامتي ما سمحت ليش. مين لعب على حضرتك في الوقت ده؟ مش مهم. المدرب عايز يعمل تشكيل جديد ويخش بشكل جديد وكده، واحنا متعودين. بس خلاص يعني انا كان عندي السبب الاكبر حادثتي ان انا في اي وقت لو هبطل الناس هتديني العذر بتاعي يعني. مش ماشي وانا صح. سليم يعني لو ما كنتش سليم كنت هبقى في بلد اي بلد تاني اقدر العب فيها يعني. طب عايز حضرتك تعلق على الثلاث حالات دول اللي قدام نشوفهم مع بعض. ثلاث حالات بشياكه يعني انت مش مخليني اعرف اعلق عليهم الحقيقه يعني مديهم انت الـ انت برضو عارضهم بشكل كل الاحترام يعني. حتى لما تيجي تتكلم على حسام خلينا نقلب الحكايه. حسام عاشور يعني حسام عاشور في الوضع اللي هو فيه ده لما يخش له كذا موضوع يسيف في دماغه بارقام في اوضاع معينه هيتلخبط يعني. وبعدين هو تطلع تلاقي فيه تصريح يقول لك انا كلمت المستشار بناء على النادي الاهلي لما اداني تعليمات ان انا اتابع الموضوع من هذا الشان يعني. فدي جزئيه اتعرضت في الاخر لينا، انما الاولانيه لا، اصل هو عايز يلعب تاني، اصل هيروح الزمالك، اصله عايز، اصل انا ما انتوا مشيتوني بكل التاريخ اللي النادي الاهلي عمله له بصراحه. وانا مش مسألة انتمائي للنادي الاهلي، بس انا عايز اقول لك صعب قوي النادي الاهلي يغلط والله يا سيف. لا يعني ما هو في حسام عاشور ما غلطش لا ما غلطش لا 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 ما بيغلطش في حد الحقيقة. لا النادي الاهلي ما غلطش والله، ما بيغلطش في حد يعني الحقيقة. انا ما يعني بس انا بقول لك الحقيقة اللي انا بلمسها لان انا لو النادي بنقول ادارة ان النادي الاهلي كان كبير، احنا بنتكلم على ادارات او سياسات او وجهة نظر، والحقيقة الادارات ما غلطش. كابتن محمود خطيب يمكن رأس ماله الصدق ورأس ماله القيادة اللي انت بتقدرش تحدفه بيها يعني، ولو عايز تحدفه في اي حاجة او عايز شيء هتبقى عملية برة الحقيقة يعني. لان هو اتربى على كده وهو صغير وهو بيلعب معانا يعني. انا كنت في حلقة قبل كده معرفش بقول عمرنا مسكنا عليه غلط يعني، او عمرنا ما شفناه طلع تطاول في حاجة او عمل اي حاجة. دي حقيقة. وتعامله مع الولاد كلهم ونزوله الملعب وهو رئيس مجلس اداره، زي نزوله هو نائب رئيس مجلس اداره، زي وصوله هو رئيس بعثه، زي وصوله هو كان في اليابان، وزي هو الخطيب شين او لم نشا هو الخطيب. انا عايز راي حضرتك في 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 موقف الثلاثه، مش في موقف النادي الاهلي ولا كابتن الخطيب. حضرتك جبت لي صوره كابتن خطيب اول واحد. لا ده صوره كابتن خطيب بتعبير عن النادي الاهلي. يعني تعبير عن النادي الاهلي. النادي الاهلي لم يخطئ في الثلاثه طبعا. في واحد ذكي فيهم جدا مضى على بياض، شريف اكرامي وليد سليمان. وليد سليمان شريف اكرامي بالنسبه له عامل زي شريف عبد المنعم. انا جون كويس قوي ياما اشدت بيا، شلت مصر وشلت النادي الاهلي وشلت كده، لن اقبل على نفسي ان انا ابقى نمره ثلاثه. فعندي بكل الحب وبكل الصداقات اللي هي موجوده في وسط النادي والناس كلها بتعشقه، اللي انت تمنيته لاحمد فتحي من شويه، لان انت بتقول لي ان الجماهير نفسها كان في ده. فالجماهير نفسها كان في ده، وانا ماشي تمشيني وانا بقى حبايب ولا انا اقدر. لما انا عرفت ارفع سيفي ورحت جايب لنفسي حته حلوه وقعدت فيها واتفرجت على الماتش كويس قوي كده وبقيت بلعب وبقيت موجود تاني وفي نفس الوقت ارجع تاني، ما انا ابنكم وانا حبيبكم والعلاقه تبقى كده، وفي نفس الوقت ممكن ما يمشيش خالص. في حاجات بتحصل سيف وانت ادرى بيها ان ممكن الدنيا تبقى في فرقعه كده صغيره وظروف تحصل. يعني حضرتك شايف ان شريف محق يعني او خرج بالشياكه، خرج من باب الكبير يعني بكل الاحترامات وكل فتحي. الدنيا والدنيا كلها فتحي ما بيتمرن في النادي اهو. واللي موجود في النادي كلهم محترفين تمام اداريا، مدربين، فنيين، كل المسؤولين. مفيش مشاكل بين فتحي وبين الدنيا كلها غير اللي انا قلت لك عليه. بيبحث لنفسه عن فرصه اللعب. حته الماده بقى اللي احنا بنتكلم عنها يعني دي. مش من حق جمهور النادي الاهلي يزعل. لا ما يزعلش. تمام. عاشور ياما لعيبه. انت بقول لك على حاجه عشان نبقى منصفين يعني، طب ما اللعيبه بتيجي من انديه تانية للنادي الاهلي، مش من حق الانديه التانية تزعل؟ من حقها
كل جمهور عنده العاطفة يعني. ومن اشمعنى اللاعب ده لما جه بقى في الوقت ده وخد النجومية ومن غير ما يجي في المكان ده أهلي أو زمالك أو دلوقتي حديثا بيراميدز، خدت بالك؟ لن يجد أنا مع حضرتك في موضوع فتحي إلا الفينشنج الأخير، كان لازم ياخد القرار بدري شوية وما يمطلش، كان الجمهور هيتقبل منه الأمور وهتمشي. لا أنا عايزه يمشي زي ما مشي كده، ما ينفعش يقول أنا عايز أرجع تاني. ما هو ما قالش. ما هو ده اللي اتقال. لا فتحي مضى خلاص والبيراميدز أعلن خلاص إن هو فتحي الدنيا. لا لا كابتن، شفت بقى انت اديتني معلومه صح ازاي؟ لا لا بيراميدز اعلن خلاص وفتحي اعلن والراجل ملتزم الصمت والدنيا تمام، مفيش مشكله خالص. ما يخص عاشور، عاشور دي في حصل لخبطه وبرده ناس دخلوه في السوشيال ميديا برده عايزين يستفيدوا من عاشور وسجلوا له وعملوا له وحبوا يعملوا وقيعه بين عاشور وبين النادي وبتاع. كل حاجه انا بتمناها انها يعني تتفسر تفسير سليم. لان عاشور التاريخ اللي حضرتك اتكلمت عنه ده وبتقوله حرام يعني، بعد كل ده وعاشور اللي هو كان رمز كبير جدا بعدد البطولات اللي هو واخدها دي كلها، ان تحصل شويه حاجات في الخلفيه تبوظ شكل العلاقه او تبوظ الدنيا. وبرده يعني يقول لك النادي الاهلي صدر رحب جدا يعني، ما افتكرش ان ممكن اي حاجه تاذي عاشور او ما تبقاش في النصاب اللي احنا بنتمناه كله للنهايه يعني، يلعب في اي حته ثانيه. دي برضو زي ما قلت لك كل واحد بيختار بقى. هي حريه، بس انا بختلف مع حضرتك هنا في حاجه واحده. حضرتك فتحت الكلام قلت نادي الاهلي ما يغلطش، يعني انت اختار حياتك زي ما انت عايز، بس ما ترجعش، ما تبقاش قاسي على النادي الاهلي. بس هي دي الحته اللي ايه يعني احنا اختلفنا فيها شويه مع حسام عاشور، او وجهه نظري يعني. انا مش عارف النادي الاهلي كان قاسي على حسام عاشور؟ لا انا مش مختلف كده، انا مختلف. النادي الاهلي الامور تمام، حسام اختار طريق، اختار الاعتزال، اختار هيلعب في حته، بس اختار كده. مش شرط يعمل له ماتش، مفيش مشاكل، بس اختار اللي تختاره، بس ما ترجعش في حديثك او السوشيال ميديا على النادي الاهلي على اداره الاهلي. خلي دايما النادي الاهلي او الاهلي جنبا، زي بالظبط اللاعب اللي يكون في الزمالك وبيمشي وبيكن الفضل للزمالك، المدرب اللي بيمشي من الاهلي والزمالك ويكن الفضل للاهلي والزمالك. دي وجهه نظري يعني. وجهه نظرك سليمه 100%. انا عايز اقول لك في لعيب اتعور وما بيلعبش ونادي الاهلي دفع فلوس علاجه كلها وسافر بيرجع وموجود في اي مكان، فالنادي الاهلي مش ده في الجيل ده؟ طبعا يعني مؤمن زكريا يعني يعني ما مش هيلعب مثلا او هيرجع يلعب تاني في النادي الاهلي. النادي الاهلي اتصرف التصرف العالي يعني الدنيا كلها العالية. ليه يا كابتن حضراتكم أخدتم يعني شهرة كبيرة طبعا ونجومية كبيرة، ولكن ظروفكم كانت صعبة، فلوس قليلة يعني، والجيل الحالي أخد حاجات كتيرة جدا، ودايما الجيل الحالي يتكلم أنا اديت وأنا عملت وأنا سويت نسبة كبيرة يعني منهم. كان عندهم ماتشات كتير قوي، لأن أنت كانت بتاخد بطولة، بتلعب سوبر وبتلعب كأس عالم الأندية تعملها 5-6 بطولات في السنة. احنا كان عندنا الدوري والكاس وكاس افريقيا. واحنا يمكن ابتدينا 81-82 باول بطولة افريقية، كنا محظوظين وخدناها احنا. بعد كده ابتدينا بقى ما ناخد 83-84-85-86، وابتدت الاجيال اللي بعدين حسام حسن وفرقته، وبعدين روحنا على كاس العالم بعد كده كنا شفناه قبل كده. احنا ما لحقناش الحاجات دي بقى، احنا الجيل بتاعنا. كل دي بقت الدنيا بتتطور، دخل الاحتراف شويه، الشكل الاحترافي بقى فيه 300,000 جنيه عقد، احنا كنا بناخد 300 جنيه في الحكايه كلها في الشهر. ففي اختلافات، بس ده بتاع ربنا يعني. انا و300 جنيه كان فيهم خير وبركه برضو زمان يعني. صح. ما كانش تربط حضرتك علاقه قويه بكابتن الخطيب؟ غصب عني يعني. طبعا هو كابتن مصطفى يونس الاخ الكبير يعني. ها كابتن مصطفى يونس؟ طبعا مصطفى يونس كابتننا يعني. ما جربتش حضرتك تقعدوا كلكم مع بعض تعشوا؟ لا احنا اللغه اللي بيننا لغه عينين يعني. طب هنعرف بعد الفاصل. طب نطلع فاصل ونعرف بعد الفاصل ايه موضوع لغه العينين ده بعد الفاصل. نرجع تاني ونكمل السؤال اللي نهينا بيه. ليه حضرتك ما قعدتوش مع بعض؟ يعني انتوا كلكم قريبين، حضرتك كابتن مصطفى عبده وكابتن مصطفى يونس، كلكم كجيل مع كابتن الخطيب. احنا ممكن نقعد مع بعض انديفيدوالز يعني اتنينات بالصدف، زي انا وكابتن مصطفى عبده مثلا بنروح نتعشى في حته كل شهر، مجموعه اصدقاء، خدت بالك؟
وساعه نجيب مختار ربنا يديله الصحه وكمان نجيب بقيه اللعيبه اللي بس كلكم في الاخر يعني جيل واحد محسومين على بعض ودايما الاهلي عنده سيستم حتى لو في اختلاف في وجهات نظر ليه الدنيا ما تهداش اديك قلت الاهلي عنده سيستم وعنده ثلاث ورقات كده بنمشي عليها كلنا عارفينها انا كنت موجود النهارده غيري موجود غير هنمشي برضو على الثلاث ورقات دول ما عندناش مشاكل يعني اتجاهات بقى الناس اللي هي بتبقى مسؤوله والرؤيه اللي هم شايفينها والمتبعه دي حاجه في الاخر بيبقى لها ريسيفنج او نتائج هم اللي بيتحاسبوا عليها وهم اللي بياخدوا لغه النجاح فيها هم لما يشوفوا الوضع ده بهذا الشكل وهم ناجحين ومستمرين خلاص وهو ده الصح هم بيختلفوا مع بعض في حاجات معينه اسمها مصالح انا ابقى عايز ابقى موجود انا عايز اسمي زي ما انت كنت تقول ان احنا كان لينا اسماء كتير قوي ما في المفروض يبقى في تاتش صغير ان احنا نقود شويه او يبقى في التراست فينا او الحاجات دي دي الحاجات اللي احنا بنقولها في الكواليس لقيته جوه بقى في الملفات والحوارات والكلام اللي بيتقال وده يقول لك اصل ده بعيد او ده عايز معامله معينه واحنا محتاجين في الحته دي حد بيتكلم كويس بيحبوا دلوقتي انك تقول ان اللي هيشتغل مثلا يبقى السي في بتاعه الدكتور فلان مثلا المحاضر فلان المستشار فلان بتاع القاب دي والحتة دي برضو بيبقى لها ميزه انها تبقى موجوده شايله الكيان نفسه وعندهم من الخبرات في كل المواقع اللي بيستفيدوا منها ما بقتش بقى حكايه لاعب قديم او لاعب نجم كبير ليه اسمه كما يعتمد عليه في نماذج بتتعرض عليك انت ساعات بتقول فلان ده دلوقتي يقدر يقود هذه المرحله زي ما انا شايف للخطه اللي انا راسمها انا كمان وفي نفس الوقت تيجي في حكايه مش هيقدر يخرجوا عن حكايه العيله الواحده ما احنا طول عمرنا هنفضل عيله واحده انت النهارده مش موجود بكره هتبقى موجود غيرك هنا انت هنا انت بتخرج وترجع تاني حاجات كده وده من مين نتكلم كده يديك مثل بسيد ابو حفيظ مثلا يعني سيد خرج قبل كده وراح قناه الاهلي ورجع تاني فبقى في حاجه انتوا بقى ما تزعلوش الناس اللي بتخرج دي وبترجع تاني والمدرب اللي هنا خرج مدير مدرب حراس مرمى راح في حته تانية وجي مدرب حراس مرمى جه هنا المدرب اللي هنا راح بيراميدز وبيراميدز راح منتخب مصر دلوقتي ما التدويره اللي بتحصل دي كلها دي ما تضايقش حد يعني دي ناس بتشتغل وناس باخلاقها الحقيقه موجوده في اي مكان بتحط بصمه فيه يعني رايك ورايي ورأي الجماهير وكله ما بيخلصش إلا بالنتيجة في الآخر كسبت حصل عدم توفيق الحساب بيبقى هنبتدي بقى نقول أصل كان لازم ونعمل ونسوي وبتاع وده مش عارف إيه وده كان خطأ إنما صاحب الليلة لما بيكسب الصورة بتبقى جماعية كبيرة قوي إنما لما بيحصر يا عيني بيقف لوحده يتصور لوحده يعني حضرتك لما بيتكلم كابتن مصطفى يونس وحضرتك بتكلمه انديفيدوال زي ما حضرتك قلت كده بتأيده ولا بتقول له محتاجين هدوء ولا اقدر اقول له انت محتاج هدوء هو حر في نفسه بس هو مصطفى لما افرض انت عارف لو في مشكله مع مصطفى مثلا هو عاملها انا مالي هو عامل مشكله مع اي حد مع الكيان مع اي حاجه مع مصطفى يقول لك انا مش عارف ايه وخطيب ده اخويا وحبيبي وبتاع ومتربين سوا انا احنا لما نقعد نتكلم مع بعض اول ما بيشوفني مصطفى يونس بياخدني بالحضن ويبقى داخل معايا عامل مداخله مثلا قبلها بتاع بيخش فيها شمال مثلا في المداخله او كلمه انا قلتها ما عجبتوش مثلا هو لما يجي يقابلني هيبقى نسيها لا احنا في بينا تاريخ انت قصدي حضرتك ان الشاشه مختلفه عن القعده القعده حاجه تانية خالص ولا ولا هتفتكر انت قلت ايه ولا عملت ايه ولا سويت ايه ايه يا درش ده فين يا شريف يا انت فين ينفع كده يا شريف عندنا انت عارف اللغه دي يعني هتفضل اللغه دي اللي بين لعيبه الكوره وبين بعض مفيش في ايديهم حاجه الا اذا اتوفقوا وبقوا موجودين في وضع المسؤوليه يقفشوا بقى فيها زي اللعيبه اللي بيقفش في مكان يثبت ان هو جدير بيه يعني ومشت الاهلي افضل ولا مشت الزمالك في ايه فنيا الاهلي ده اصله قماشه عريضه جدا تقدر انت يا سيف ثلاث سنين الاصابات اللي حصلت في نادي الاهلي دي في نادي يقدر يقع الوقعه دي كلها
ويقف على رجليه تاني كده وبالشكل ده الا اذا كان القوام بتاعه والبيزك بتاعه قوي جدا يعني او الدستور بتاعه تربينا عليه. التتش بقى هقول لك من اول تتش طلع تليمو وكابتن حسن وكل الناس اللي كانت موجوده قبل كده ما مش ده القوام بتاعنا. لعيب بقى ما وقع 10 وقعوا 20 وقعوا 3 جبناهم وتعوروا ورجعوا تاني وما اعرفش ايه. الجماهير كمان بتاعت النادي الاهلي يعني تحس انها التلج اللي ينزل اي حاجه يبرده الصرخه بتاعت اولى ثالثه شمال دي ها وينسوا اذا كان احنا متعادلين الماتش اللي فات ولا خسرانين مغلوبين 5 وكسبنا 1 ها تسقيف وبتاع وما اعرفش ايه اللي بعده. احنا رجاله انت عندكم ده ليه علاقه بالقماشه يا كابتن؟ يعني ليه علاقه دلوقتي الاهلي فنيا افضل ولا الزمالك؟ عايز توصل لي برضو انت لل هو الزمالك كويس يعني انا عايز اقول لك حاجه انا مبسوط يعني الزمالك اللعيبه حاسه بال بقيمه النجاح يعني شوف دي يا كابتن ده اخر جون جبته في حياتي مع النادي الاهلي ده كان في ابو ظبي الوحده الاماراتي الوحده الاماراتي الحقيقه وكان المذيع بيقول عليا ايهاب جلال مش ايهاب عبد النادي اسمه غلط ف القماشه مين افضل يا كابتن؟ اشوف الجون ده كده لو الجون ده دخل هقول لك انا مين افضل. لا الاهلي طبعا الاهلي لا اقول لك على حاجه الزمالك هتقول نص ملعب وفراوده بيحاولوا يعظموا مع بعض والكلام ده ما اعرفش لما انت اتفرجت على ماتش انبي في حتت فيها ثغرات كويس انت عندك ربنا بيوفقك في الاهلي دايما بايقاع يعني ضابط ايقاع ديانج مثلا يجي يظبط لك سوليه تلاقي سوليه ده بقى ساحر حاجه علي معلول ربنا يوفقه وخدت بالك ما اعرفش ايه ورمضان جنبه بقى مش موجود رمضان ده جابوا طاهر محمد طاهر قال انا مش موجود ده حسين شحاته يقدر يلعب يمين وشمال المفاتيح عندك بسم الله ما شاء الله كتيره. ايه رايك في ماتش السوبر الاخير؟ الاهلي والزمالك قلنا قبل الماتش على طول لو الاهلي ما خلصش الماتش في 90 دقيقه وكان عنده البريوريتي الاولانيه والفرصه الاحسن والزمالك كان رد فعل ما كانش اكشن خالص ما كانش فعل مره او حاجه زي كده لو وصلت ضربات الجزاء بقى الزمالك عنده شانس ان هو ياخد الماتش وشكلها كده يعني الناس اتكلمت عن الزمالك قبلها يا نهار اسود ده هيلاعب الترجي وبعدين هيروح يلعب الاهلي وبعدين يرجع يلعب الترجي يا ربنا نصر جماهير الزمالك وكسب الترجي الحقيقه كانت مهمه صعبه جدا كانت مهمه جدا عكس الدنيا كلها ف ربنا ليه شأن تاني خلاص في كل حاجه الحقيقه يعني. مهمه الاهلي في البطوله الافريقيه صعبه ولا سهله؟ صعبه جدا. يعني لازم انت تبقى رايح بجميع ان الماتش اللي عند الوداد هو ده الفاينل هناك مش الماتش اللي عندنا هنا. لو تقدر تخلص المهمه دي هناك تقدر تيجي هنا باعصاب مستريحه خدت بالك وتقدر تكون عندك الفيتيكال فيتنس بتاعك شالك انت هتلاعب فرقه اهم حاجه فيك انت انك انت توقف القوه اللي عندها مراكز القوه اللي في الفرقه دي هم طبعا الراجل سنتر فيرود بتاعهم والاطراف بتاعتهم وعندهم الضربات الثابته دي بيلعبوها اكنهم بيكسبوا اي حد من على الاجناب يعني هنكسب عندهم طوال القامه وبيريحوا لبعض وحافظينها وعندهم ثقه في الموضوع ده وعندهم ناس بتعمل فولوينج وناس بتطلع من نص الملعب وبيكملوا مع الفراوده بيتوغلوا جوه منطقه الجزاء كل ده احنا شايفينه بعينينا مش انا بحلله كل ده انا شايفه في فرقه زي دي تبقى فرقه اوروبيه مش فرقه افريقيه. طب ومهمه الزمالك مع الرجاء؟ اسهل بكتير. الزمالك عنده النزعه دلوقتي وبتاع ان هو يوصل فاينل هما كفنيا يعني اقوى بكتير. ان شاء الله باذن الله الاهلي يوصل امام الزمالك بس لو نتمناها طبعا. لو الزمالك وصل نهائي امام الوداد. ده هتبقى صعبه برضه. تشجع مين؟ هشجع الزمالك، هشجع الوداد يعني. هشجع الزمالك طبعا يعني. خلاص يعني هتبقى الحكايه مصريه بحته يعني كلام الحقيقه محترم هو لو الاهلي والزمالك الزمالك بيقول هشجع الاهلي طبعا يعني لو الاهلي والزمالك وصلوا هشجع الاهلي مفيش ده مش سؤال يا كابتن اساله لا عشان بس الناس ما تقولش احنا بن لو الزمالك في اي طلعوه عليا انت فاكر قبل كده قال لك يا رب لا الزمالك يتغلب وانا كنت بتكلم على ماتش في الدوري طلعوني في دوري افريقيا ف السوشيال ميديا حريفه يعني انت خلاص يا كابتن بقيت متابع كابتن بشكل كويس؟ انا متابع بعد ما بيجي لي انا لا ليا في السوشيال ميديا ولا افهم منها حاجه ولا يعني ما بتقراش يا كابتن وتتابع وبيكلموني كل شويه مواقع
بنوته صغيره تكلمني تقول لي انا ايه حاضر تحت امرك تأمري عايز ايه عايز اخد رايك في موضوع 1 2 3 حاضر اتفضلي ما في ولا اعرف ده موقع ايه ولا اعرف فما مش متابع لا الظاهر انا يعني محلل بس محلل بس يعني ده لو كمل كمان لا يا كابتن حضرتك محلل كبير ازاي نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا عن الدوري الممتاز والمنتخب الوطني الكوره رجعت خلاص مع كابتن شريف عبد المنعم بعد الفاصل صعدت حدة الخلافات بين نجوم الأهلي في الفترة الأخيرة وأصبحت حديث الساعة في وسائل الإعلام المختلفة على عكس المعتاد حديث مصطفى يونس قائد الأهلي السابق واستمرار حدته في الهجوم على مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب أشعل فتيل أزمة عاشتها الجماهير الحمراء مؤخرا بسبب تصريحات يونس التي اعتبرها البعض خروج عن مبادئ القلعة الحمراء كما زادت الأزمة والخلافات بين حسام عاشور وإدارة الأهلي بعد تصريحات اللاعب الأخيرة التي قلل فيها من دور مجلس الأحمر وتحميله مسؤولية ما حدث له بعد التراجع عن قرار اعتزاله ونال عاشور انتقادات حادة بسبب تصريحاته ووضح بشدة أن الخلافات الأخيرة كانت بمثابة نهاية في علاقته مع الجماهير الحمراء فيما شهدت الفترات الماضية خلافات بين نجوم الأهلي ما جعل الموقف خارج السيطرة بعد تصريحات محمد عمارة ضد إدارة النادي وفشلها بخصوص ملف التجديد للنجوم وآخرها ما حدث بسبب أحمد فتحي وانتقاله للبيراميدز في نهاية تصريحات نجوم الأهلي السابقين أصبحت خارج السيطرة فهل يتدخل الكبار لاحتواء الموقف وحل الأزمات بدلا من تصديرها للرأي العام؟ التصريحات دي مظبوطة؟ كلام مظبوط يعني مش متفبرك يعني زيادة شوية لا فيها ده حديث تلفزيوني كابتن مصطفى مع اسلام صادق اسلام صادق هو عمارة؟ كابتن عمارة ما شفتوش الحقيقة يعني بسمع لكن انا ما شفتوش لكن كابتن مصطفى وبعدين يعني مواقع اسامي مواقع كبيره فيعني مش هتكتب الحاجه غير ما تاخدها منقوله منقوله عن يعني من اللسان يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ مين يا كابتن؟ خلاص يا كابتن انت حضرتك قلت لي ان ده يعني ده كل واحد ووجهه نظره ورايه احنا كان راينا ان يعني كل واحد بيتمنى ان يكون موجود في المنظومه حتى انا بس في قنوات شرعيه خدت بالك وفي زي ما انت قلت صريح كبير ده لما تقعدوا طبعا ما هو يعني بص انا منين انا منتمي للنادي يعني كنت انا بعرف اشوف نفسي في اي حته تانية بعرف اشتغل في حتت كمان بعرف انا مش هخبط على حد اقول له من فضلك يعني انت فاهم قصدي انما انت كيانك ده وبعدين لما الناس كلها تبقى تقول لك انت فين انت لازم تبقى موجود انت 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 والناس اللي هي بتضرب فيك في ظهرك اللي بيقولوا عدوك ابن كارك ده انا مش فاهم يعني عشان انت ما تبقاش موجود عشان حاجه معينه تانية ما انا حاسس كده من كلامك ان انت حضرتك عايز تقول ان انت بيتضرب فيك كتير من ظهرك بيوصل معلومات غير حقيقيه يعني انا لما اكون بكوت شركات انا وبيشتغل تحت ايدي 300 400 واحد مش ناس ما بتستكتر عليك ولا ايه انا مش فاهم مثلا تلاقيك انت راجل سابق شويه في حاجات كتير قوي ما هم مالهمش غير الحته دي يا سيف بحسها كده مع ان انا مش جاوب اي حد بتمنى النجاح لاي حد تعرف لو واحد عايز يشتغل او اي حاجه اول واحد بفتح على مدير المكتب التنفيذي اقول له فلان خدوا بالكم منه مش عارف ايه خدوا بالكم منه وانا يعني كنت واخد حقي وزياده شويه ومتمتع وبتمرمغ في بالعكس انا ما الحمد لله انا بثق في الريس فكرش مره يا كابتن تخش انتخابات الاهلي او اتحاد الكوره كنت هخش في انتخابات الاهلي ولا اتحاد الكوره الاهلي ايام طاهر ابو زيد لما جه مسك الوزاره وعمل فوق السن 54 سنه كنت انا وطاهر الشيخ ودكتور محمد شوقي واستاذ محمد ابو وهاب كنا احنا الاربعه مرشحين ودي كانت اكبر فرصه ان انا كنت ممكن انجح يعني
فجت الانتخابات دي حسينا انها مش هتكمل. حضرتك ما تنجحش غير لو في فوق ال 54 بس؟ لازم تبقى في دايره صغيره؟ دايره كمان يعني. ما انت بتشوف دلوقتي الشكل عامل ازاي يعني. يعني في اتحاد الكوره انا لو هخش معاك انت وكم حد فيه اهل ثقه وكم يقول لك اه شريف يقدر يقود مع الناس دي، انما الواحد يخش فئات مستقله عمال صعبه قوي. صعبه عشان تلف اللفه بتاعت مجد عبد الغني دي، انا ما اعرفش اعملها. انا انتخابات صعبه، صعبه جدا طبعا. طيب انت يبقى عندك حد عندي فقره جديده اول مره اعملها. اول مره تطلع على الشاشه، ومن حظي السعيد ان حضرتك اللي معايا فيها. حظنا مش حظك. لا شرف ليا. عاملين فقره جديده اسمها ماي ماتش، ودي اول فقره واول ضيف هيكون فيها كابتن شريف عبد المنعم. هنقف على السكرين والشاشه، هنوجه له 9 اسئله كانها مباراه 90 دقيقه، كل موقف منهم كارت، فار، تغيير، تبديل، كل ماتش هيوجهه لمين. اسئله سريعه جدا والاجابه في دقيقه. فقره جديده تماما بعد الفاصل. دي فقرة لأول مرة في برنامجنا، كل ضيف معانا وكل نجم هيلعب الماتش بتاعه، الماتش بتاعه هو ب 11 سؤال أو 11 لعيب، هو هيختار ويجاوب كل سؤال مدتها كلها 50 ثانية الإجابة على أي سؤال. سريعاً بقى كابتن، نبدأ ماتش حضرتك. لو عندنا شارة كابتن، مين اللي كنت تتمنى تلعب تحت قيادته؟ في النادي الاهلي؟ اول منتخب. الاهلي الاول والمنتخب. الاهلي كابتن حسن حمدي، منتخب كابتن حسن شحاته. اللي بعده. لو عندك فرصة تغيير، ايه الحاجة اللي تغيرها في تاريخك؟ ما كنتش اعمل الحادثة. دي بتاعت ربنا. لا حاجة تانية انت بايديك. نبيش كنت اهتم باللغات. تهتم باللغات. يعني جات لي فرص كتير قوي ان انا اتعلم فرنساوي كويس، اتعلم انجليش بيرفكت. بقيت دايما في النص، في 60-70% كده، 70%. ناخد التالت. هدف في المرمى، ايه افضل قرار انت اخدته في حياتك وحسيت ان هو ده؟ ان حافظت على اسمي يعني الحقيقه، يعني ما دخلتش بقى، انا رحت لعبت في انديه تانيه غير النادي الاهلي، ما اعرفش ايه، ففضل حب الجمهور ليا واحترامه ليا وانا احترامي لل ده. احسن ده احسن قرار. احسن قرار. اللي بعده. كره في العارضه، فرصه في حياتك ندمان على ضياعها. هم 4 فرص. عدم الاحتراف بايرن ميونخ، هذا احتراف بشكاتش وبنار بخشة، باوك وايك اليوناني، وساوثهامبتون انجليزي. يعني عدم الاحتراف، عدم وجود يعني حد مدير اعمال. كان لازم ادام كل ما انت بتكبر وكل كان لازم حد يفكر لك، كان لازم حد يبقى مانجمنت موجود. اللي بعده. ضربة جزاء، لو هتاخد ضربة جزاء في مشوارك هتاخده على حساب مين؟ يعني لو هتحسب ضربة جزاء على حد، يعني حد غلط فيك. انا طول عمري طيب وبسامح يعني، بس ما افتكرش يعني. لازم تقول، لازم يكون في ضربة جزاء تحسبها على واحد. عدم احترافي، عدم الوافقة على احترافي بره مصر. مين كان مسؤول بقى ضربة الجزاء دي عليه هو؟ مين اللي كان مسؤول؟ كتير يعني، ما لازم نقول الإدارة اللي كانت موجودة. مين كان رئيس النادي؟ أستاذ فريق محسن كامل مرتجي، هو اللي كان موجود. آه رحمه الله. اللي بعده.
تقنيه الفيديو او الفار. لو طلبت فرصه لاعاده لقطه او لاعاده مشهد او قرار انت اخذته تعيد ايه؟ اي عرض بيتعرض عليا او اي حاجه لازم افكر فيه مليون مره. يعني كل حاجه بتتعرض عليا في حياتي ما جاملش الناس فيها بقى خلاص يعني. خدت مني. اشتغلت كتير ببلاش؟ يعتبر ببلاش يعني. فان انا لو جات لك تاني تطلب فلوس كتير؟ مش على طلب الفلوس كتير يعني هاخد حقي بقى يعني همشي باحترافيه شويه يعني. اللي بعده تايم اوت بلس 90. امتى حسيت ان انت محتاج تاخد قرار في اللحظات الاخيره؟ الدنيا اتغيرت كلها في حياتي انا واتقلبت ابسايد داون كده بعد الحادثه. فكان لازم امشي في اتجاه ده لحقت نفسك في اخر لحظه. هو ده الموقف. لحقت نفسي في حياتي كلها. يعني كان لازم. ضيعت كتير من حياتك يا كابتن. ضيعت كتير من حياتك. لفيت في الدنيا كلها يعني. خدت خبرات في حياتي كلها. ضيعت حاجات كتير قوي. كان لازم ابقى في حته تانية خالص. كان لازم ابقى حاجه تانية. كل ما ناس يقول لك انت المفروض كنت تبقى يعني حرام ان انت ما تكونش تبقى موجود هنا او موجود هنا او موجود هنا. اكيد انا ليا اكيد فيها. اول مره حد يبقى معايا يقول لي كان لازم ابقى في حته تانية خالص. ايه اللي بعده؟ صراحه تحسب عليها. وقت اضافي. امتى حسيت ان انت في احتياج لفرصه تانية لتحقيق حاجه بتحلم بيها؟ دلوقتي. بتحلم بيه؟ ابقى رئيس نادي. تبقى رئيس نادي. ابقى مسؤول عن شيء خلي الناس تعرف قد ايه انا اهل ثقه يعني. تبقى رئيس نادي ايه؟ لا ابقى رئيس نادي مش يعني كلمه رئيس نادي يعني اي حته يعني. ابقى مسؤول في مكان اقدر اخدم فيه. دي الفرصه اللي جايه. دي اللي انت عايز تمسك فيها. دي اللي انا هعملها اللي جايه. دي اللي انت هتعملها اللي جايه ان شاء الله. اللي بعد حاجه كوره مثلا. كارت اخضر. تدي لمين كارت اخضر او تسمح لمين بالتدخل او تشاركه في قرارك؟ اصحاب الخبره يعني او اللي يحبني. اللي هم مين؟ اللي انا باثق فيهم ان هم ممكن يكونوا بيحبوني. اللي هم مين؟ اللي ما لهمش مصلحه عندي. اللي هم مين؟ شخصي. اصدقاء مقربين مني ما كانوش يعرفوني كويس قوي يعني. اللي هم مين؟ اقول الاسماء يعني؟ ايوه يعني اقول حاتم حافظ، اقول عماد شاهين. دول اتنين يعني. عماد شاهين انت اكيد تعرفه يعني. ما الحقيقه بيخدم الدنيا كلها وخاصه انا عايز انا ابقى احسن واحد. حاتم حافظ ده اخويا يعني حاسس ان احنا دويتو كده. احنا الاتنين مع بعض ماشيين مشوار حياه واحد يعني. اللي بعده كارت اصفر. تدي مين كارت اصفر؟ انذار شخصيه مؤثره في مشوارك. مين اللي تديله الانذار ده؟ اي حد ما يعرفنيش يبعد عني انا. ان انا الرياكشن بتاعي مش كويس يعني. فانا هديت وبقيت طبيعي وكل حاجه. ما دخلش في حياتي بقى كفايه يعني. مين؟ عايز زي مين؟ ما اعرفش. اللي انا شاغلهم يعني. اللي انا هم مين؟ شويه ناس كده انا شاغلهم بالهم والكلام ده كل شويه يعني اسمع من بره ان هم يبقوا في وشك كده يتكلموا كلامهم. دول زملاء ملعب؟ يعرفوا ازاي. زملاء ملعب؟ زملاء ملعب. اللي جاي ده مهم بقى. ده بالاسم. كارت احمر. تديه لمين؟ شخصيه تستبعدها اصلا من حياتك وتدي لها كارت احمر وتقول لها شكرا لحد كده. والله لو اعرف يعني ما بعرفش. لو بتعرف هيبقى مين؟ هخلي عدو حبيبي. سياستي يعني. هعرف اللي هو مش عارف قيمتي كويس. انا مش هقدر اختم الحلقه غير اما لازم تدي الكارت الاحمر ده لشخص. تقول لي انا الكارت الاحمر ده تديه لشخص. تقول خلاص انا استبعدتك من حياتي. استبعده مني من نفسي يعني.
هو لازم ده شرط الماتش عشان يخلص. لا ما عنديش حد انا الـ الـ يعني لو في حد انا دمي مش خفيف على قلبه او اي حد متخيل ان هو ممكن يكون عمل في اي حاجه خاصة اليومين دول ضايقني اذاني يبقى هو واهم يعني. هو الكارت الاحمر ده ليه هو يعني يعني ما ينفعش. انا معايا انك زميل ملعب برضو مش عايز اعرف اسمه. لا 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 ده مش عارف اسمه بس اعرف منين. لا راجل في اي حته يعني في اي حته من الحياه اللي احنا عايشينها دي اللي هو ممكن يضايقني او يعمل لي اي حاجه ما اعرفش. ما حدش هينفع. انا عندي سياستي دايما كنت انا واثق في نفسي يعني عندي كده مصاحب نفسي يعني عندي نفس سليمه جنب ربنا كتير قوي اليومين دول. فما عنديش حاجه كارت احمد لحد انا نفسه بقى يعني الحمد لله زي ما انا قلت لك على كل شيء. شرفتنا يا كابتن. متشكر جدا. انبسطت معاك في الماتش النهارده. وانا انبسطت معاك. هو ماتش صعب شويه بس مش هنطلع خسرانين. انت لازم يا كابتن بتاع الماتشات الصعبه. بشكرك شرفتني ونورتني. ميرسي يا فندم. خلصنا حلقتنا النهارده مع كابتن شريف عبد المنعم واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين. نتمنى له كل التوفيق في القادم. اول فقره في اول حلقه لينا اول ضيف لينا كان كابتن شريف عبد المنعم. بعد كده فقره ثابته معانا ماتشات كل مصر هتلعبها معانا. عايز اقول لكم ان صفقه نادي الاهلي او الصفقه اللي كان بيتكلم عليها النادي الاهلي موليكا اتصور متصور اهو في الجيم بتيشيرت نادي الزمالك اثار الحقيقه ضجه شديده على السوشيال ميديا. كل الناس بتتكلم دلوقتي على السوشيال ميديا ان هو راح الزمالك. هل معنى ده ارتداء التيشيرت ان الموضوع خلص ولا هو يعني مجرد بس ان هو سوشيال ميديا؟ على فكره ده التيشيرت بتاع محمود علاء اللي هو اخده في الماتش الاخير. هنعرف هو طريقه ايه وراح فين ان شاء الله باذن الله خلال ساعات. بشكركم. بكره ان شاء الله باذن الله حلقه جديده. اشوفكم بكره بعد ماتش الاهلي وام بي على الف خير. اشوفكم على خير.